شاهدينا، الصحة هي التاج على رؤوس الناس في كل زمان ومكان. فقرتنا الصحية لهذا اليوم راح تكون عن استخدام القشور الخزفية لتجميل الأسنان مع الدكتور سيف مظفر أحمد الشاكر، الاختصاصي في الأكاديمية البريطانية لزراعة وتجميل الأسنان. صباحكم سعادة وشكراً لزملاء بالاستوديو. اليوم راح نتحدث في فقرتنا عن القشور الخزفية لتجميل الأسنان. طبعا كثير من الناس يتساءلون عن القشور الخزفية، أنواعها، طريقة صناعتها، شلون تتكون، المدة المستغرقة لصناعة هذه القشور الخزفية. بصورة عامة راح نحكي عن أنواع القشور الخزفية والمدة المحتاجة لتصنيعها والمرضى اللي ممكن نشتغلهم القشور الخزفية. بالأول القشور الخزفية ممكن نعطيها في التعريف بسيط، ما هي القشور الخزفية؟ القشور الخزفية هي عبارة عن رقاقات تلصق على السطح الأمامي للأسنان لأغراض تجميلية، تمام؟ المواد المستخدمة لصناعة القشور الخزفية يوجد عندنا في الطيف شاسع من المواد، ممكن نختصرها بشغلات بسيطة. أول مادة هي اسمها الإندايركت فينير أو استخدام قشور البورسلين اللي تتميز بجماليتها وشفافيتها العالية ومقاربتها لشفافية الأسنان الطبيعية. فإذا عندنا أول شيء مادة البورسلين اللي تكون تقاوم لحد 15 سنة، يعني ممكن نلصقها على الأسنان وتقاوم لحد 15 سنة تنطينا الجمالية للأسنان. النوعية الثانية من أنواع القشور الخزفية هي الدايركت فينير أو القشور الراتينج أو الريزن. تتميز هاي القشور بسهولة عملها، ولكن من مساوئها انه راح تتصبغ بفتره سريعه، يعني كل 3 إلى 6 أشهر يحتاج الذهاب الى الطبيب لاجراء بعض التعديلات على هاي القشور. هذا النوع الثاني. نتحدث الان عن النوع الثالث او ما يسمى اللومينير او الفلدسباثيك او القشور بدون تحضير، يعني بدون لمس للاسنان، مجرد الطبيب راح يسوي فد تحضير بسيط للاسنان مع تنظيف بسيط للأسنان وراح يجيب قشور خزفية ويلصقها على الأسنان بدون تحضير. هذا النوع هو المطلوب أكثر، كل المرضى يسألون عليه، تمام؟ بس هو بالمقابل راح نتحدث حاليا، بالمقابل ما يصير لكل المرضى. الوقت المستغرق لصناعة القشور الخزفية بصورة عامة نحتاج من 7 أيام إلى 10 أيام لإكمال العمل. يحتاج لنا 3 جلسات. الجلسة الأولى راح يجي المريض، راح ينفحص من قبل الطبيب، راح يسوي له أشعة للأسنان، وبعد ذلك ممكن يسوي له فد تنظيف وترتيبات بسيطة بالأسنان. إذا كان عنده تسوس، إذا كان عنده حشوات جذور أو التهابات باللثة، راح يحاول الطبيب يعالج هاي الشغلات بالجلسة الأولى. بعد ذلك راح يبدي يحضر الأسنان تحضير بسيط، وذلك بإزالة ما يعادل 0.25 ملم من طبقة العاج من السن أو طبقة الميناء. وبعد ذلك راح يبدي ياخذ طبعات فموية باستخدام مادة السيليكون العادية أو باستخدام الماسح الفموي ثلاثي الأبعاد أو ما يسمى الانترا اورال سكانر، وهو أحدث جهاز هذا، وراح ينطي راحة للمريض وينطي دقة عالية، تمام؟ بعد أخذ الطبعة من الطبيب راح يتم تحويل هذه الطبعة إلى المختبر، واللي بدوره المختبر راح يبدي يصمم الابتسامة الرقمية باستخدام برامج حاسوبية للمريض، وذلك باستخدام بعض الصور أيضا للمريض. تصميم الابتسامة الرقمية هو العلم الحديث لإعطاء الدقة المتناهية بصناعة ابتسامة هوليوود أو القشور الخزفية، بحيث راح ننطف المريض ابتسامة رقمية فيرتشوال على أسنانه، بحيث يشوف أسنانه على الكمبيوتر قبل ما تنصنع الأسنان. بعد ما أعطينا الموافقة للمختبر أنه هذه الابتسامة الرقمية مضبوطة، راح يبدي المختبر يكمل ويبدي يصنع القشور الخزفية المؤقتة اللي يستخدم بها مادة البلاستيك، أوكي؟ وراح يدزها للطبيب ويجربها على أسنان المريض فقط لمشاهدة شكل الأسنان الدائمية كبروفا من قشور خزفية بلاستيكية فقط، تمام؟ يتم بعد ذلك أخذ صور للمريض وإرسالها للمختبر مرة ثانية. في هذه الحالة المختبر راح يبدأ بصناعة القشور الخزفية الدائمية. القشور الخزفية الدائمية راح تكون عدة طرق لصناعتها، إما يقوم المختبر بصهر المادة البورسلين أو بخراطته باستخدام أجهزة خاصة وتقنيات خاصة.
باستخدام ممكن يستخدم فد برنامج خاص في التصميم والتنفيذ اسمه برنامج الكادجام، راح ينطي نتيجة نهائية للأسنان، وبعد ذلك يتم إرسالها للطبيب ويقوم طبيب الأسنان بلصقها مباشرة على الأسنان باستخدام بروتوكول خاص وبمواد معينة. تأخذ وقت باللصق، وممكن الطبيب يقوم بلصق سنين سنين متتاليين لحد إكمال لصق كل الأسنان. تحتاج جلسة اللصق من 3 ساعات إلى 4 ساعات ونصف للفكين العلوي والسفلي. نحتاج مدة لصناعة ابتسامة هوليوود تقريبا 10 أيام أو أقل. بعد ذلك ننطي المريض فالجلسة ثالثة أو جلسة رابعة، إذا كان عندنا جلسة أولى لشغلات الأسنان راح نسوي بها إزالة اللواصق، التأكد من فتح الفراغات كاملة بين الأسنان، وبعد ذلك راح نخلص شغلنا والمريض راح ينعم بابتسامة جميلة شفافة صحية. أوكي، ونلتقيكم إن شاء الله في الفقرة الثانية بعد ذلك.